الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من وجهة نظر. اليوم تسمحوا لي بس يعني أوقف عند لف يعني قضية دائما الدول بحاجة إليها والمجتمعات بحاجة إليها بين الحين والآخر، اللي هي أن تكون هنالك قضية جامعة. يعني الدول بالعادة بتمشي في مسار للدول بتمشي فيه، بتختلف، بتطلع قرارات من داخل الدول اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، الناس تختلف عليها، بصير عليها جدل، بصير عليها مشاكل، بصير عليها توافق. تعرفوا القرارات الإجرائية بإدارة الدول من الحكومات غالبا يعني ليس بالضرورة أن تحظى برضا كل الناس، يعني بصير عليها جدل، هذا بيقبلها هذا بيعارضها، بصير بالبرلمانات بالحكومات بين الناس. لكن دائما في كل مرحلة الدولة، أي دولة بحاجة إنها تشد أزرها وتشد وتماسكها تزيده بقضية جامعة. يعني مثلا حتى أقرب الصورة، مثلا بالأردن لما كانت قصة استشهاد طيار معاذ الكساسبة، مثلا أنا بتذكر هذاك اليوم السيء لما طلعوا تنظيم داعش الشريط اللي فيه يعني تصوير لعملية القتل والحرق للشهيد، اللي قديش احنا كصحفيين واعلاميين تلقينا اتصالات. والله بعض واحدة من المحطات المهمة في العالم غير العربية اتصلت تسألني بواحدة من الأسئلة اللي كان السؤال انه هل تتوقع ماذا ستفعل عشائر الكرك والجنوب، هل كيف ستثور ضد الدولة بعد استشهاد الطيار الكساسبة. يعني كانوا يتوقعوا انه هذا الفعل يتحول لحالة سلبية بالبلد وانه الناس تقوم على الدولة ويصير فيه. لكن لما انت كدولة الحمد لله انه شعب اول واعي، قيادة حاضرة وموجودة وقريبة، الناس بتحب بلدها وادركوا مفهوم الشهادة، حادثة زي هديك رجعت شدت الدولة الأردنية كلها، وبحكي عن الدولة المؤسسات الرسمية والناس والقطاع الخاص وكل الناس والأحزاب، كلنا كنا نحكي بلغة واحدة. بس هذا مثال انه الدولة دائما بحاجة لكل فترة لقضية جامعة، وهذا ذكاء الحكومات، ذكاء المسؤولين، قديش كل فترة أن يجدوا، مش يجدوا دوره أنه اختراع في قضايا كثير جامعة بحياتنا. مرات فوز فريق كرة قدم منتخب وطني ببطولة بيجمع الناس على إشي إيجابي. إذا تذكروا بال99 مثلا فوز الأردن ببطولة كانت أول بطولة وكان عهد جديد لجلالة الملك عبد الله، أنه كمان كان بتشد الناس. لما أي حالة إيجابية بالمجتمع، جامعة بتلم الناس، بتخلي الدولة ترجع تتماسك، زي ما كانت تفجيرات عمان 2005، زي لما مشينا شوي حادثة خليج إربد لما الشهيد راشد الزيود، لما حادثة الكرك كمان والشهيد سائد المعايطة ومجموعة الشهداء اللي كانوا موجودين معه. الدولة دائما لازم تشد الناس شد إيجابي يعني، وهذا هذا نوع من الذكاء اللي بده يكون بالدول. لأنه إذا تركت المجتمعات وأي دولة تتركها لخلافاتها العادية اللي بتصير كل يوم حول كل القضايا، احنا بنختلف على سعر البنزين، على سعر الغاز، على سعر الخبز، بنختلف، وزير بيطلع بيكون حكيه مش مزبوط بثوروا على الناس، رئيس بيطلع بحكي له سطرين مش مهمات بجيب له الدور، مشروع ما بنجح، قصة فساد. هذه طبيعة المجتمعات هيك. لكن انت بالآخر بدك تعمل يكون دائما عندك في شيء يجمع الناس، شيء يجمع كل الناس، كل الناس بلا استثناء، حتى اللي ما عنده رغبة، حتى اللي عنده مشاعر سلبية تجاه الدولة، حتى اللي بيكون لا قدر الله في أي دولة، ما بحكي عن الأردن بس، في أي دولة عنده حالة من الولاء المنعدم لدولة، هذيك الدولة اللي عايش فيها واللي بيحمل جنسيتها، حتى هذا الشخص لا يستطيع أنه يخرج هذه المشاعر السلبية لأنه المجموع العام هو الطاغي في الموضوع. فدائما بدنا ندور وبدي يكون من القضايا اللي موجودة في بلدنا القضايا الجامعة، هي القضايا، هي واحدة من عناصر قوة الدولة في إدارة أمورها، إنها دائما أن يكون هناك قضية جامعة كل فترة اللي تلم الناس على الخير، حدث معين، قرار مهم يجامع، قرار غير خلافي، يعني إجراء مهم، قرار اقتصادي إيجابي باتجاه الناس، معاقبة فاسد أحيانا بشكل قوي تلجي من الفساد الواضح، يعني بتعمل قضية جامعة بتوقف الناس عليها. أي شيء بالعادة لازم يكون في قضايا جامعة دائما لأنه حتى تلم المجتمع. هذا بجوز بدخلني مثلا كنا نشوف هذا الشخص اللي ألقوا القبض عليه اللي اتهموه موضوع الوحدة الوطنية، مشجع لفريق كرة وبرسم صورة علم كيان الاحتلال إسرائيل وحط تحتها اسم أحد الأندية الأردنية كمان. يعني هي يعني
يعني احنا مرات لما بنحكي على الوحده الوطنيه بجوز مش ضروري دائما نحكي فيها، لانه الواحد لما بقعد مع ابوه وضل يقول يا ابوه انت والله انت ابوي انت وانت امي وانت اختي، هذا الترداد التاكيد على المؤكد احيانا بثير الشكوك. يعني الوحده الوطنيه امر طبيعي بين الناس، الشعب الواحد والناس مع بعض، يعني مش بحاجه نضل نخطب على بعض انه احنا كويسين، انه احنا اخوان، انه احنا ابناء شعب واحد، ما بدهاش كثره خطاب، بدها ممارسه صحيحه. بس مرات لما بيكون في سلوكيات اللي بدها حزم، لما منزغر القضايا الكبيره، لما منزغر فلسطين لدوري، لما منزغر الاردن لبطوله كاس، لما منزغر هاي التصغير والاختزال السلبي للاشياء بتتحول. انا ليش برسم علم اسرائيل؟ شو علاقه علم اسرائيل؟ هذه اسرائيل دوله محتله بالنسبه يفترض لمشجعي كل الانديه، بالنسبه لكل الاردنيين ايا كانت اصولهم، مش خلاف على ما مش مختلفين على اسرائيل، يعني يفترض هذه مساله هسه بجوز نختلف، واحد بده يحاربهم، واحد بده يعمل سلام او عمليه سياسيه، هذا موضوع ثاني، لكن اثنين بدهم يرجعوا الحق من هذا الطرف المحتل. فقصدي انه لما نسمح للناس تزغر قضايانا الكبيره، وما نسمح للناس للبعض ولو كان عدد قليل انه يختزل قضايانا ويختزل قضايا الام الكبيره بفوتبول، بمباراه، ببطوله، بشغله، كمان لما يعني نداري الناس شوي شوي بنضر القضايا. يعني اذا انا بدي قضيه الاردن والوطنيه الاردنيه بتختزلها بدوري، ولا قضيه فلسطين بتختزلها ببطوله كاس ولا بمباراه، كمان انا بكون ظالم لهي القضايا الكبيره اللي اكبر من هيك بكثير بكثير، ويعني مش بهذه الطريقه اللي بتروح. يعني هذا بجوز بخليني ارجع بحضراتكم شوي، كنت اسمع قبل ايام لبرنامج على التلفزيون الاردني مع الفنانة سلوى، يعني وهذه بجوز كثير من الاخوان اللي معنا بجوز يكونوا سمعوه، انه كانت تحكي عن قصه اغنيه، يعني وهي بترويها بروايه، روايه شاهد عيان، عن قصه اغنيه اللي كانت بعهد لما كان حابس المجالي وكان وصف التر رئيس الوزراء، انه لما بتحكي هاي خسا ياكوبان اللي هي تمجيد للجنديه، انه لمعنى الجندي، وانه هذه القيمه، انه اللي كان يكتبها، انه اللي كتبها وصفي وهزاع وحسني فريز، واثنين، واحد رئيس وزراء واحد قائد جيش، وهذا شاعر مهم حسني فريز رحم الله الجميع طبعا، وانه هم اللي كتبوها وجابوا الملحن جميل عاص ودوا له شرطه جابوه، كان ياكل بوزة او ايما زي ما بنسميها او اسكيمو شو ما كان اسمها، بجبل الحسين جابوه وحطوه بغرفه وسكروا عليه الباب عبين ما يخلص لحن. طبعا مش لانه رئيس وزراء فاضي ما عندوش شغله بده يسوي غنويات، او قائد الجيش فاضي اشغال بيعمل غنويات، لانه مضمون الكلام اذا بترجعوا بتسمعوها مره ثانيه مضمون يمجد قضيه جامعه اللي هي الجنديه، الجندي، انه هذا الجندي هو الرمز العالي، اللي هي لما بتقول ويلفي شاري الموت لابس عسكري، بمعنى انه سيمته انه يبحث عن الشهاده مش غناويه، انه هي تمجيد لمفهوم الجنديه والعسكريه ومفهوم هذا المفاهيم الراقيه العاليه جدا اللي بتخلي رئيس وزراء وقائد جيش واديب كبير يكتبوا الكلمات. انا الشاهد بالموضوع لما بنكبر قضايانا بتكبر، لما بنزغرها وبنختزلها باشياء صغيره طبعا بدها تصغر وبدها تصير الناس بالشارع يا تسب على الاردن يا تسب على فلسطين يا تسب على ايش، علشان واحد جاب جول واحد ما جاب جول، واللاعبين بس يخلصوا بصيروا اصحاب بيرجعوا بيشربوا ارجيله مع بعض بالمخا، يعني مش كثير القضيه شغل العالم بالموضوع. انا يعني مره ثانيه تشابك الثلاث اشياء، ولما بحكي عن المفاهيم الكبيره مرات جزء من واجبنا كجهات كاردنيين كجهات رسميه او ادباء او مثقفين او احزاب او اعلام، انه نجمع القضايا الكبيره، وانه نخلي زي ما قلت لما بتسمع قصه الاغنيه هاي وبتشوف هذا الانشغال من وصف التل اللي هو بالنسبه لنا يعني واحد من رموز الاردنيه اللي خدموا تحت ظل الملك حسين رحم الله الجميع طبعا، واللي كانوا حابس المجالي الرجل الفارس النبيل في تاريخ الدوله الاردنيه، انه قديش كانوا مشغولين يكتبوا لليوم احنا بالقيمه. طبعا بزمانها لما كانت مرت العسكري تسمع الاغنيه تشعر انها يعني بالفخر والاعتزاز انه زوجها بهذه المكانه، وانه هذا اللي بغنوا له، ما كانوا غنوا لا لعميد ولا لعقيد ولا لرقيب ولا العسكري، مفهوم اللي لابس البدله العسكريه، وهذا زراعه المفاهيم وصناعه القضايا الجامعه عند الناس. شوف قديش احنا ممكن نصنع قضايا جامعة، قديش ممكن نجمع المجتمع على قيم كبيرة، حتى لو مش بس هذه القضية، بس على العلم، على حتى واحد على معالجة البطالة نقدم نماذج للناس، قديش في ناس ممكن يعتمد على نفسه ويعمل له مشروع. في كثير قضايا ممكن انه ننميها بمجتمعنا بدل ما نلتهي ونزغر قضايانا ونهمشها ونتعامل بطريقة
صغيرة ونفتح الباب لناس طبعا حتى لو كان شخص أو شخصين أو ثلاثة أو أربعة، لكن بآخر النهار هذه قضايا مؤذية بالمناسبة، والسلبي دائما بتعزز والإيجابي مرات الناس بتمر عليه وبتمشي عنه وبتروح بدون شيء. فمرة ثانية بجوز القضايا الوطنية هي اللي بتجمع أكثر، لكن كثير قضايا ممكن أن تكون قضايا وطنية، قضايا متعلقة بالاقتصاد، قضايا متعلقة بالقضايا الاجتماعية، قضايا متعلقة بالكرم، بالمروءة، بالتعامل الإيجابي، بالرجولة، بالشرف، بنماذج الشهداء. كل هذه القضايا ممكن تكون قضايا جامعة ونقدمها للناس ونجمع عليها. ومرة ثانية من ذكاء أي سلطة في أي دولة أن لا تترك المجتمع دون أن كل فترة أن تعيد تماسكه على قضية جامعة يتفق عليها الجميع، وبعد ذلك الخلاف في التفاصيل أمر طبيعي وما رح نتفق على التفاصيل أبداً بحياتنا لأنه هاي طبيعة الأشياء، لكن يجب أن يكون هنالك الكثير مما يجمعنا على 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 حب البلد، وبحكي حب البلد الجدي مش التمثيل، لا حب البلد الجدي اللي بيعني ان الواحد ما يمد ايده، ما يسرق، ما يشتغل شغله صح، يؤدي واجبه، مش بس يكثر خطابات سلبية او حكي نظري وبالاخر هو باخر النهار بمد ايده وما عنده مانع يسرق من مال الدولة ويعمر فيه ويشتري سيارات لأولاده ولمرته وبعدين يجي يخطب على الناس بحب البلد. نحكي عن شيء مختلف عن الشيء الفطري زي ايمان العجائز، زي الولاء الفطري اللي عند الناس اللي بمارسوه اغلب هالاردنيين في حياتهم الطبيعية. اسمحوا لي بس أتوقف الفاصل قصير ونرجع مع حضراتكم نكمل بقية قضايا حلقتنا اليوم إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى لاستكمال حديثنا في هذه الحلقة، وكنت أحكي قبل الجزء الأول عن موضوع القضايا الجامعة وعن القضايا المهمة، بجوز هذا برجعنا لحديث كنت سمعته من أحد الخبراء الاقتصاديين وهي مزيج بين الاقتصاد وعلم الاجتماع عن اقتصاد الجندية بالأردن بالأربعينات بجوز وبالثلاثينات وبالخمسينات، اللي هو كانت الناس طبعا أغلب الناس في الريف وبالبادية والناس تشتغل بياما بتزرع أو عندها حلال أو الأخري، لكن لما دخلت اقتصاديات الجندية وصار الواحد الشباب يروحوا يجندوا بالجيش وبالفرسان في حينه أو بالأمن يعني الأجهزة العسكرية كانت موجودة في ذلك الوقت في مراحل الأول 20-30 سنة من نشوء الدولة الأردنية، قديش غيرت كثير من المفاهيم، بمعنى أنه اقتصاديات المجتمع وقتها اللي كان يعتمد على الموسم الزراعي سنة بعد سنة أو على الحلال سنة بعد سنة، قد صار يجي راتب منتظم للأسرة ومن وراء هذا يعني ياخذ صحيح راتب كان بجوز في حينه 4 ليرات 8 ليرات ما عندي تفاصيل، لكن رقم محدود، لكن كان يجي دخل شهري للأسرة وتدخل عليه، لكن الأهم في حينه اللي هو لما كان العسكري زي ما بيقولوا الناس الكبار بالسن وأصحاب الخبرة انه العسكري لما كان يروح على قريته او على باديته لما بيروح هو لابس اللبس الجميل وحاط طبعا حذائه بلمع وكل اواعيه نظيفه ومكويه ومرتبه، كان يشكل نموذج للشباب الاردني في حينه يعني تفريجه زي ما بنقول بشكل كبير، وشكلت هذه بعد فتره جزء من تركيبه المجتمع الناس اللي بتحب يعني هذا النموذج رغم الدخل اللي ما كان جزء، كانت في ناس كثير تروح على القطاع الخاص أو تسافر للاغتراب وتجيب مصاري أكثر بكثير، لكن ظلت قيمة هذه الوظيفة بجوز بعدين لما صار يدخل الضابط مثلا على أهله يروح على أهله على المناسبات وهو لابس اللبس العسكري وجايب سيارة الروفر أو المرشح بالكلية العسكرية، هذه النماذج أثرت كثير بالمناسبة، وبجوز أهل علم الاجتماع ممكن يقدموا أكثر للناس بالتفصيل، لكن أثرت كثير بعقلية الناس وبمكانة هذه المسألة وأثرت باقتصاديات المجتمع الأردني كثير اللي دخلت عليه هذه الوظيفة أو هذه الاقتصاديات الجندية إذا جاز التعبير عن نسميها اقتصاديات العسكرية اللي حسنت كثير ورفعت من سوية الاقتصاد بالأردن بشكل واسع، وبعدين صار في والعسكري طبعا معالج حساب الجيش والحمد لله، وقضية كانت بالثمانينات طبعا هذا بوقت متأخر كثير كانت خطوة تاريخية اللي بعتبرها تاريخية من جلالة الملك حسين الله يرحمه بموضوع المكرم الملكي لأبناء العاملين والمتقاعدين بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية اللي كانت من أكثر الخطوات زي ما بيقولوا هسه بيحكوا عنها بالجرائد حماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة، لأنه أغلب أبناء هذه الفئة هم طبقة فقيرة ومتوسطة، لكنها وفرت التعليم العالي لهذه الفئة اللي لا تملك قدرة على تعليم أبنائها بالجامعات لأنه الرواتب محدودة وقليلة، فاللي عنده ولدين 3-4 بدرسهم بجامعات ما بكان بيقدر على الموضوع، لكن هذه الخطوة
من الخطوات وأظن من الصدقة الجارية للملك حسين الله يرحمه، أنه قديش تعلم من بداية الثمانينات لليوم، قديش تعلم من أبناء هذه الفئة بالجامعات بالتعليم العالي، أبنائهم وبناتهم هم دخلوا سلك الحياة، وهم اليوم منهم مهندسين وأطباء ومحامين ومدرسين ووزراء ونواب وكل الفئات الحياة، لكن وفر فرصة التعليم أصبحت سهلة. يعني ما كان يحسب العسكري اللي راتبه بعشرينات الدنانير ولا بثلاثينات، يعني 30 ولا 40 ليرة راتبه، أو المتقاعد ما كان يحسب حساب الجامعة، لأنه ابنه بمجرد أنه يجيب معدل يعني أهله دخول الجامعة كان يدخل وتدفع رسومه. بالبداية كان يأخذ راتب 35 دينار، جزء أكثر من راتب أبوه المتقاعد كانت في حينه ببعض الفترات، لكن هذه واحدة من الخطوات المهمة اللي راحت بهالاتجاه. فهي قصة طويلة، أنا بديش يعني أدخل بالتفاصيل، اللي بجوز أهل الخبرة الأكاديمية بجوز ممكن يعطونا فيها تفاصيل أكثر. بس تسمحوا لي أنتقل لموضوع آخر متعلق بجوز كمان بقضايا الإرهاب بالمنطقة، يعني وإحنا هذه قصة داخلية كمان بالنسبة لنا الإرهاب، لأنه هذول واحد من التحديات المهمة للدولة الأردنية، اللي هي تصريح كان لقائد كردي بفصيل أو التنظيم لوحدة حماية الشعب الكردي، تسمى هكذا اسم الفصيل الكردي، اللي هو طبعا له علاقة قوية مع الأمريكان، اللي أعلن نهاية الأسبوع تحدث أنه عملية البدء بعملية تحرير الرقة من داعش ستبدأ بداية الشهر القادم، يعني بداية شهر 4، يعني خلال الأسبوعين القادمات حسب الكلام اللي موجود في تصريحه. طبعا في استعدادات كانت قبل، طبعا احنا الخبر بالنسبة لنا كأردن بفرحنا كثير أنه يكون في جهد دولي للقضاء على، لأنه الرقة تعرف الرقة اليوم واحدة من العناوين الدولية لوجود داعش، الرقة وكانت الموصل، اليوم الموصل فيها معركة قوية من أشهر بين داعش والقوات العراقية، وفي انحسار كبير لداعش من هذيك المناطق. طبعا الهروب اللي بتم منهم باتجاه الصحراء وباتجاه الأراضي السورية باتجاه مناطق الحدودية اللي منها حدودنا احنا كأرض الحدود المشتركة أو القريبة بين البلدين، لكن انه تبدأ عملية تحرير الرقة بمعنى القضاء على بؤرة داعش وعلى تمركز داعش في العالم، مش بس في لأنه كثير من العمليات الإرهاب اللي تمت في أوروبا في الفترات الماضية كانت تدار من خلال من مدينة الرقة. وكنت أحكي لحضراتكم في حلقة نهاية الأسبوع الماضي أنه عملية الركبان اللي بدوا محاكمتهم في محكمة أمن الدولة، لما بالاعترافات والقصة أنه من خطط لعملية الركبان اللي كانت ضحيتها شهداء من الجيش الأردني كان شخص اسمه أبو محمد المهاجر، كان موجود في الرقة وكان هو يدير هذه العملية وأرسل الناس المخططين اللي هم الخمسة اللي اليوم بيخضعوا للمحاكمة، والتونسي اللي قام بعملية تفجير نفسه في الجنود في تلك الفترة. معنى الرقة اليوم عنوان عالمي للإرهاب وليست عنوان بسيط، يعني ليست مركز لوجود قوات لداعش، إنما هي المركز العالمي لداعش اللي في مركز ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية زي ما كانت الموصل في حينه. فنتمنى أن تكون هذه الخطوة، طبعا إذا كان في جهد دولي منظم بالقصة وجدي راح نشوف، نتوقع أن نشوف في حركة أكثر بالمنطقة عسكرية بهذا الاتجاه، يعني لن يكتفى بهذول لأنه أكيد الأمريكان قريبين، رح يكونوا قريبين بقوات برية كانت محدودة، رح يكون طبعا تركيا لأنه عندها مشكلة مع الأكراد، عندها تحفظات على هذا الموضوع وبجوز، لكن ما يعني ليس من المتوقع أنها تعرقل الجهد الأمريكي، لكن لا يعجبها أن تكون القوات الكردية هي اللي بدها تحرر الرقة، لأنه بتعرف مشكلة تاريخية للأكراد مع دول الجوار ما فيها تركيا وكانت العراق سابقا وسوريا. لكن بالمحصلة احنا بعنينا في نهاية المطاف أن يكون في جهد دولي نقول لتفكيك هاي البؤرة، بؤرة التطرف والإرهاب اللي موجودة بسوريا زي ما هي التفكيك اللي بتم بالموصل. طبعا الرقة بالمناسبة مساحتها بسوريا حوالي 11% من مساحة سوريا، يعني الرقة ليست مدينة صغيرة، هي مو بحكي عن محافظة الرقة، هي فيها 11% من مساحة سوريا وهي المحافظة الرابعة من حيث المساحة في سوريا. طبعا عدد السكان كان قبل ما التغيرات الموجودة فيها بالفترات الأخيرة كان فيها حوالي 900,000، يعني قريب من مليون سوري كان يعيش فيها، من يعني جغرافيا كبيرة ومنطقة سكانية كبيرة كثير وليست مدينة صغيرة. طبعا اليوم لما بنحكي عن خارطة الإرهاب في سوريا وخارطة داعش في سوريا، الرقة هي العنصر الأهم، في تواجد في مناطق أخرى، لكن في مدينة أخرى اسمها إدلب كمان موجودة في قريبة على حلب. إدلب فيها تجمعات لتنظيمات المتطرفة لكن ليست لداعش، موجود فيها النصرة وتنظيمات أخرى ما بتخلو من داعش وجماعتهم، لكن عمليا الرقة هي العنوان الدولي للتطرف والإرهاب في العالم، زي ما كانت قبلها زي ما قلت الموصل
اللي اليوم أغلبها خرج من سيطرة داعش وانتقل إلى سيطرة القوات العراقية طبعا، وصار في نزوح من قبل القيادة المسؤولين داعش، وحتى كان في خبر الأسبوع الماضي بس ما تأكد ومر مرور سريع أنه البغدادي هرب من الموصل باتجاه المناطق الصحراء الحدودية. طبعا هم دائما أقرب لهم القائم والدخول على سوريا، لكن يعني ما في تفاصيل. لكن في نهاية النهار القضية بالنسبة للأمريكان مش البغدادي، وبالنسبة للقضية هي هذا التنظيم وتفكيكه والقضاء عليه، لأنه بالآخر صار حالة مؤرقة للكل وحالة مؤذية لحالة الاستقرار وحق الناس في حياة طبيعية. فبنشوف بداية أربعة إذا صدقت هذه الأخبار والحديث، وكان في شيء مباشر في وعمليات مباشرة في هذا الموضوع، اللي نشوف بداية إن شاء الله لعملية دولية اللي تكون باتجاه زي ما قلت هذه البؤرة الدولية للتطرف والإرهاب. وأكيد الأردن راح تكون من الدول السعيدة بهذا الموضوع والقريبة من، وهي جزء من التحالف الدولي. لكن بعنينا أنه طبعا اليوم هاي قصة الرقة راح يصير تنافس بين قوات النظام السوري بين حلفائهم بين الأكراد، لأن الكل بده يحاول يكون قريب من المشهد. إحنا في آخر النهار المهم أن يتم القضاء على هذه البؤرة وتنظيفها من التنظيمات المتطرفة، اللي زي ما قلت في آخر النهار في عنا عناصر قلق وتحديات أمنية وسياسية للأردن، اللي هي أهمها داعش وأهمها أيضا سواء الرقة اللي هي المركز أو الركبان اللي كنت أحكي عنه نهاية الأسبوع الماضي، المخيم اللي زي ما بيقول قائد حرس الحدود أنه حوالي 10% منه هم موالين لتنظيم داعش، وهذا رقم كبير ومقلق. وكل المخيم زي ما قلت هو حالة صارت مؤذية للأمن الأردني والاستقرار الأردني رغم أنه موجود على الحدود السورية. فهذا حدث إذا تم سيكون بداية لحدث مهم في الفترة القادمة بالتأكيد، وإن شاء الله أنه زي ما قلت أنه يكون هذا الجهد جاد، وأنه ما تكون ضمن الوعود الكثيرة واللي كانت تصدر من العالم واللي ما وصلت لحد أن تتحول إلى أفعال. يعني مرة ثانية بنشكركم على المتابعة وعلى يعني على وقتكم تمنحونا إياه، وإن شاء الله دائما نلقاكم وأنتم بأحسن حال إن شاء الله وبخير وبعافية. شكرا للجميع وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.